شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انطلاق منافسات النسخة الثانية لبطولة آسيا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالعاصمة التايلندية بانكوك. وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجهود المتميزة التي يبذلها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة لتعزيز رياضة فنون القتال المختلطة على مستوى قارة آسيا، وذلك من خلال دعمه وتنظيمه للفعاليات والبطولات التي تسهم في رفع مستوى المنتخبات واللاعبين، مؤكدا سموه أن تلك الجهود تصب في مصلحة نجاح الخطوات التي يبذلها الاتحاد الدولي لتطوير هذه الرياضة ومساعيه الحثيثة نحو تحويلها لرياضة أولمبية. أشاد سموه بالمستويات القوية التي قدمها لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات اليوم الأول من البطولة، والتي تعكس بشكل واضح التحضيرات لغوض غمار هذه المشاركة، مؤكدا سموه أن تلك المستويات ستنعكس بصورة واضحة على ظهور المنتخب بصورة مشرفة وتحقيقه للتطلعات بإحرازه إنجازا أسيويا جديدا. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: أسعدنا كثيرا ما قدمه لاعبو المنتخب من مستويات فنية قوية خلال النزالات، والذين أكدوا من خلالها على حرصهم في الظهور بهذه المستويات منذ البداية ليعلنوا إصرارهم على إحراز النتيجة المطلوبة، وأن تواجدنا معهم يعكس حرصنا واهتمامنا الدائمين على دعمهم ومؤازرتهم، والذي يرفع من معنوياتهم ويدفعهم أن يحققوا إنجازا قاريا جديدا. شكر سموه اللاعبين إبراهيم درويش وعبد الملاف محمدوف ومراد علي ما قدموه من مستوى فني كبير رغم خسارتهم في النزالات، متمنيا سموه لهم حظا أوفر في المشاركات القادمة. حرص سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على مرافقة 11 لاعبا من المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة شاركوا بمنافسات دور الثمانية ببطولة آسيا المفتوحة، حيث تابع سموه جميع مواجهات اللاعبين من الموقع الخاص بالجهازين الفني والإداري خلف الحلبة، كما حرص سموه على مؤازرة اللاعبين ووجههم ورافقهم أثناء استراحة جولات النزالات.